السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين ومتابعين وأصدقائي وأحبابي في كل مكان. احنا النهاردة رن علينا الحاج رفاع النجار بإن في داخل البيت في منزله تعبان كبير عض الطير وصراحة يعني بوظ الدنيا بحاله. فاحنا النهاردة إن شاء الله جينا طبعا على المكان اللي هو قال لنا عليه، لقينا عبارة عن شوية تيب في الوسط كده ماشي، ولقينا شويه خشب ورا. طبعا النجار بيعمل موبيليا وانضف واحد عندنا في حوش عيسي في الشغل دي طبعا. فاحنا جينا النهارده لقينا طبعا ايه ان التعبان الجره بتاعته هي دخل من هنا ماشي وخش كده. فطبعا احنا بالمساعده الحاج رفاعي طبعا جيني على التعبان بسرعه كبيره ماشي، لان النهارده الجمعه طبعا ما ينفعش نشتغل قبل الجمعه، ولكن طبعا ديت في المنزل لازم شغلي نطلعه، لازم شغل نطلعه. والحمد لله طبعا ان شاء الله باذن الله. فلما احنا شيلنا البتاعه ديت عباره عن دولاب صغير، لقينا التعبان داخل جوه هنا، لما داخل جوه هنا الايه الدولاب. فاحنا ان شاء الله باذن الله هنتعامل معاه بطريقه ان شاء الله باذن الله تكون طريقه سهله ان شاء الله، وربنا يسترها علينا يا رب. كل الصور عليك. ما بصلح حالك. طبعا احنا هوت طبعا احنا ان شاء الله باذن الله التعبان هنا. طبعا هنا هوت ان شاء الله باذن الله. التعبان كبير خالص. يلا. طبعا تعبان ديت تعبان سامم جدا وخطر جدا، والحمد لله ان احنا جيني في الوقت المناسب للتعبان دي. وانا انصح اي واحد فلاح او اي نجار او اي مهني ان ما يتعبش على التعبان دي، تعامل غشومه. هتحط في سكاره يا حاج ولا حط في الصبح عليك يا رب، الصبح عليك يا رب، الصبح عليك يا شيخ. طبعا الكوبرا السامة دي الله يبارك لك. طبعا الكوبرا الكوبرا السامة دي طبعا الحمد لله ان هي فادت الاطفال الصغيرين اللي هم طبعا الحمد لله ان الكوبرا السامة ديت فادت الاطفال دهيت وفادت المنزل من حياة خطيرة جدا كانت هتحصل، ولكن الحمد لله ان احنا وصلنا في وقت مناسب. يا ريزون هات الشنطة افتحها. الله يبارك لك. ما تطلع السم منه بقى. ان شاء الله طلع قماشي. طلع السم منه عشان يضرك. لا هو محاوبة. طبعا الحمد لله ان تعبان كبير جدا. بص الكاميرا. انا يا عم خوف. طبعا الكوبرا دي كوبرا خطيره جدا وشرسه جدا، ونوع احنا كنا بنطلعه في الكوبرا ديت فكرناها كوبرا صغيره، ولكن احنا برضك ايه هننضفوا المكان ده اهوت، هننضفوا المكان ده تاني وهنظبطوه تاني، لان انا حاسس ان يكون فيه تعبان. ليه تحط كده كده تعبودي ليه؟ هو ده عشان البتاع رزق اللي هو دخل الجلب.
طبعا الحمد لله احنا النهارده يعني الحمد لله جينا في الوقت المناسب. احنا كنا مطلعه في تعبان برضك جنب الحاج رفاع نجار، فلما اتصل بينا قال في تعبان داخل المنزل، فكرناه تعبان ازرودي ولا تعبان بسباس. طلع تعبان من انواع الكبرى السامه الاخطر نوع في مصر كله والعالم كله، والحمد لله ان احنا طلعنا التعبان دي بعد ما جت للطير. طبعا زي ما قال الحاج هو جت للطير بعد القش البيت قش البيت بحاله، حتى الديك في حوالي الديك انا 4 كيلو النهارده صباح من الصبح لقيناها ميت. الديك اللي ما قدرناش نمسكوه عشان ده حاج الفاعل في الكلام ديت بيموت طير عندك بقاله كام يوم. قالوا النهارده اكتر من 15 يوم عمال بيقتل عندنا بط ووز وفراخ وفراخ صغيره وحمام ما كانش الدار والله ما خلى فيها حاجه. الحمد لله احنا وصلنا في وقت مناسب، وان شاء الله هننظفوا المكان ده اهوت لسه تاني، وهنحبكم ان شاء الله الشقوق ان شاء الله، وان شاء الله باذن الله ربنا يصلح الحال. وان شاء الله ما تنسوش اعجابات على اليوتيوب الصفحه بتاعت محمد الحجاج. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.